بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في هذا الدرس سنقوم برفع صورة وتخزينها في قاعدة البيانات. في البداية أنشأنا قاعدة بيانات تحمل اسم ImageDB، تحتوي على جدول Images Table. طبعا Images Table يحتوي على ID Auto Increment و Primary Key، اسم الصورة، امتداد الصورة، نوع الصورة، وتاريخ رفع الصورة. ومن ثم قمنا بتجهيز صفحة Index و الجزء الخاص بالإضافة، طبعا لإضافة صورة، كما نلاحظ الأبلود. لنتمكن من إضافة صورة جديدة سنتوجه مباشرة إلى صفحة الأد التي قمت بتجهيزها سابقا. طبعا في البداية عند التعامل مع الصور يجب علينا وضع Encryption Type Multi Part على Form Data. طبعا نقوم بوضع هذا او هذه الاتريبيوت الخاصية عند رفع الصور، لان الصور حجمها كبير. فسنقوم بالتالي سيقوم السيرفر بي اتش بي بتقسيم الصورة الى جزء جزء وتخزينها تخزين مؤقت في قرص السي او المكان الموجود في الويندوز، ومن ثم نقلها بصورة نهائية الى الجهاز. طبعا نلاحظ ان اسم الصورة image file ونوعه type file. سنقوم بأخذ الصورة، اسم الصورة بالشكل التالي، وهنا عند الضغط على زر Submit Button Add سنقوم بتعريف متغير يحمل نفس الاسم بيساوي، طبعا ليس بوست، سنستخدم Files بالشكل التالي. اسم الصورة مين؟ طبعا مصفوفة ثنائية الأبعاد. طبعا هنا اسم الصورة Ctrl S. لو قمنا هنا بضغط إيكو اسم الصورة بالشكل التالي Ctrl S، وذهبنا هنا اختيار صورة images ولتكن هذه الصورة رفع undefined index image image file سطر 5 سنقوم بعكس الشكل التالي اختيار صورة أيضا يوجد خطأ. للتأكد من كتابة بشكل صحيح سأقوم كتب كتابة مرة أخرى files طبعا image file بدون طبعا تعريف التغيير name بالشكل التالي خاصة مقوطة Ctrl S. سنقوم هنا باختيار صورة رفع صورة، سنلاحظ أنه قام بطباعة اسم الصورة أيضا. لو قمنا بتعريف متغير تايب يساوي وهنا تايب Ctrl S، قمنا هنا بعمل مسافة دوت تايب Ctrl S اختيار الصورة رفع الصورة، سنلاحظ انه امتدادها PNG بالشكل التالي. ايضا ممكن size بيساوي size اختيار صورة يبدو أن السايز يوجد به مشكلة، سأقوم بفحصها. لا يوجد أي مشكلة، لم أقوم بطباعتها فقط Ctrl C Ctrl S نفس الصورة Browse
طبعا مساحة بالكيلو بايت لو نلاحظ، ونوعها طبعا بي ان جي. طبعا امتدادها ايضا بي ان جي، امتدادها ايضا بي ان جي. الان سنقوم بعمل التالي. طبعا الصورة موجودة، ومن ثم في البداية سأقوم بإعطاء الصورة اسم جديد، name file name بالساوي. يوجد لدينا دالة rand، هذه الدالة ستقوم بتوليد أرقام عشوائية مدموجة مع underscore مدموجة مع اسم الصورة بالشكل التالي. لو هنا ايكو فايل نيم، كنترول اس، سنقوم الان برفع الصورة. رفع، سنلاحظ انه قام باعطائها طبعا رقم ومن ثم اسم الصورة، رقم ومن ثم اسم الصورة. طبعا معكوس هنا لان يوجد مشكلة في الرايت تو ليفت والليفت تو رايت. الآن سنقوم بالتالي، نريد معرفة طبعا هنا امتداد الصورة. سنقوم بتخزين اسم الصورة وامتدادها ونوعها. طبعا النوع قمنا بإيش؟ بجلبه. الآن الامتداد، طبعا الامتداد سنقوم بأخذه من التايب. بما أنه التايب صار موجود عندي الاكستنشن الامتداد بالساوي، يوجد لدينا بالبي اتش بي دالة اسمها سبسترينج، سبسترينج طبعا من التايب فاصلة، ابدأ استقطاع من، سأقوم بطباعة طيب مرة أخرى حتى نقوم باستقطاع جزء الخاص بالامتداد. سنلاحظ هنا image 0 1 2 3 4 5، من 5 حتى 8، من 5 أو من 6، من 5 حتى 8. سنقوم باستقطاع من 5.8 بالشكل التالي ايكو extension. طبعا هنا دمج مع بي ار حتى نرى الامتداد. رفع صورة، عفوا إضافة صورة، نلاحظ الامتداد بي ان جي. طبعا يوجد لدينا إشارة القسمة، عفوا سنقوم هنا 4 من 6 حتى 8، عفوا من 6 حتى 8 PNG. الآن يوجد لدينا اسم الصورة، نوعها وامتدادها والحجم. لو أردنا أن تخزين الحجم سنقوم بالتعديل على structure، إضافة بعد type go image size. بار كاركتر، نريد عمل أي عملية، بالتالي بار كاركتر. كما نلاحظ هنا طبعا بعد ما عملنا اسم جديد للصورة، سنقوم الآن بإلغاء بالشكل التالي،
نعرض هنا أي خطأ. إن شاء الله في الفيديو التالي سنقوم بنقل الصورة من مكان تخزين مؤقت إلى مكان تخزين النهائي، ومن ثم إن شاء الله سنقوم بتخزينها في الداتابيس.